أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه قال: حاذوا فيما بين المنافذ والأكرم الحديث، هل المقصود بهذه المحاذاة المساواة وأيضا المنافقة أم فقط المساواة؟ نعم، المقصود هي التراص ولا يكون في فرج، تعديل الصف، محاذاة المنافذ والأكرم لأجل تعديل الصف لا يكون فيه اعوجاج، هذا مقياس للاعتدال في الصف.